بجد تحليك من جديد يا كابتن ايمن شاور، معانا نجم نجوم النادي الاهلي حارس مرمى منتخب مصر النادي الاهلي الشناوي. مبروك يا شناوي كالعاده طبعا، الكل على قلب الرجل الواحد، لكن انا احييك على ادائك المميز جدا، تركيزك واصرارك وعزيمتك مش باينه من المباراه دي، لا ده من اول البطوله ومن اول بطوله الدوري العام. ببارك لك وببارك لكل اللعيبه. الحمد لله، طبعا بشكر الناس الكلها اللي في الاستوديو وبسلم عليهم وبقول لهم الف مبروك على المكسب النهارده والصعود للنهائي. طبعا لا طبعا ده مجهود اللعيبه كلها، مش انا لوحدي، اللعيبه كلها بتبقى مركزه واللعيبه كلها مركزه في الفتره اللي فاتت، والحمد لله احنا لعبنا بشكل كويس الماتشين، الماتش هناك 90 دقيقه والماتش ده برده 90 دقيقه، اللعيبه كانوا رجاله ونفذوا تعليمات الكوتش، والحمد لله على المكسب، والحمد لله اللي احنا صعدنا النهائي، وربنا يكرمنا. عندنا الماتش الجاي ماتش الجيش نفكر فيه خلاص، احنا النهارده نفرح، بكره نفكر في الماتش الجاي ماتش الجيش، وربنا يكرمنا كده في الماتش الجاي برده، ونركز بقى ان شاء الله في النهائي، حد يكون موجود في النهائي نركز ونشتغل شغلنا تاني ونركز في الماتش. والف الف مبروك للجمهور، والف مبروك للاداره، ومبروك للاعيبه، اللعيبه كانوا رجاله اهم حاجه، وان شاء الله يكرمنا الفتره الجايه. يعني تغييره الشناوي هي تغييره فنيه للاطمئنان على الشناوي اكتر، وفي نفس الوقت تدي فرصه لعلي لطفي. يمكن الناس اتكلمت قالت ان الشناوي ممكن يبقى فيه اصابه او كده، عايزين نطمن الناس على ما اعتقد دي تحسب لبيتسو موسيماني وتحسب ايضا كمان لميشيل، ان الناس عايزه تطمن عليه وفي نفس الوقت تدي فرصه للشناوي ان هو يريح. اكيد طبعا احنا اطمنا من نتيجه 2-0، طبعا نتيجه كويسه جدا على ملعبنا، واحنا هناك كسبنا 2-0 يعني بشكل كبير، كنا صعدنا خلاص، والراجل هو عامه مش عايز يكون اي حد فيه حاجه، اللعبة كلها مش انا لوحدي، الراجل هو ده قراره في الاول وفي الاخر، هو حس ان خلاص احنا اطمنا، وهو طلعني، هو في الاول وفي الاخر قرار بتاعه، هو حس ان انا كان عندي مشكله، والحمد لله دلوقتي ما عنديش اي مشكله، الحمد لله انا كملت المباراه وانا سليم، بس هو قال لك يعني ما يبقاش عشان ما يبقاش يحصل مشكله، عندنا ماتش نهائي وعندنا ماتش اللي جاي ماتش الجيش. الراجل قال لك احنا مطمنين، وطبعا علي يكون موجود، اي حد يكون موجود، علي يكون كبير واحنا كلنا في ظهر بعض، علي يكون موجود، انا موجود، احنا كلنا من سند بعض، مصطفى انا علي، دي سمه النادي الاهلي، اي حد يكون موجود، احنا كلنا اخوات في الاول وفي الاخر، واحنا اي حد يكون موجود، ان زي ما قلت لك اللعيبه كلها، حتى اللعيبه اي حد يكون في اللعيبه، احنا اهم حاجه 11 لاعب في الملعب، احنا ما بنبصش مين الاسامي، احنا كلنا بنفكر في حاجه واحده بس، اللي احنا ناخد البطوله. الحمد لله عندنا ماتش الجيش نفكر فيه، ونفكر ان شاء الله نشتغل شغلنا عادي، ونشوف مين اللي هيصعد ان شاء الله من الفرقتين اللي جايين، والفرقتين كبار، واي حد يكون موجود في النهائي احنا نشتغل شغلنا، وربنا يكرمنا ان شاء الله في النهائي. عشان ناوي يمكن على طول بنتكلم على بيتسو موسيماني، لكن عايزين نتكلم على ميشيل. الحقيقه يمكن ليه دور كبير مع تركيزك الكبير جدا عشان ناوي، سواء معاك او مع علي او مع مصطفى، بنشوف في التدريبات انتم مساعدينه بشكل كبير، وعلى ما اعتقد الراجل بيأدي اداء مميز جدا مع كل حراس المرمى. لو بنتكلم على الامر ده نقول يا شناوي اكيد طبعا انت ما يبقى معاك واحد زي ميشيل، طبعا هو اهم حاجه المعامله مع اللعيبه اللي موجوده، اللي بتتعامل معانا بتتعامل معانا بشكل كويس، احنا اسره واحده مع بعض، ده اهم شيء، احنا كلنا بنشتغل وبنركز في شغلنا، والراجل اللي بيقول لنا عليه في التمرين احنا بننفذه، واهم شيء في التمرين هو يبقى قريب مننا، هو قريب مننا، واحنا عامه احنا الثلاثه زي اخوات بالظبط يعني، هو طبعا هو بيبقى اخ كبير لينا طبعا، والتمرين احنا بنركز بشكل كويس في التمرين، هو طبعا موجود معانا الفتره اللي فاتت دي كلها ومنفذ تعليماته، هو بيدينا شويه حاجات بنركز فيها بنتكلم فيها، انت شايف زي دلوقتي علي ومصطفى اي حد بيكون موجود بيبقى بيظهر بشكل كويس، الحمد لله على كل شيء، راجل صراحه شخصيته كويسه معانا، وعامه هو راجل على طول مبتسم زي ما انت شايف، واهم حاجه احنا كلنا مش احنا المجموعه كلها، اللعيبه كلها هم اللعيبه كلها، اهم حاجه يكون احنا كلنا اخوات في الاول، اول اي حد بينزل في الملعب احنا ما بنبصش اسامي زي ما قلت لك، اي حد يكون في الملعب يؤدي دوره ويعمل اللي عليه ويعمل شغله، وهتطلع بنتيجه كويسه في الاخر يعني. شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا لنجم نجوم النادي الاهلي الكابتن الشناوي وكل